بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر طارق فؤاد، كبير معلم اللغة الإنجليزية بمدرسة دكتور يحيى المشد الرسمية المتميزة للغات، ومؤلف كتاب إكسلنس. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي في المدارس الرسمية للغات، النهاردة إن شاء الله هنقدم ليكم شرح للوحدة الأولى يونت 1 من كتاب لينك. طبعا المادة العلمية هتبقى من خلال كتاب إكسلنس. اتمنى ان الشرح يعجبكم، وما تنسوش قبل الشرح الاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش، والاعجاب بالفيديو، وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو في اي استفسار او سؤال يا ريت تسيبوه في التعليقات. يلا نبدأ الشرح، يلا بينا. Unit 1 Living Conditions. هنبدأ بالفوكابلري. Conditions بمعنى ظروف، ساعات تيجي بمعنى شروط. Tale حكاية أو حدوتة. Heart of معناها وسط ال أو في مركز أو في قلب. عندنا بعد كده Popular معناها شعبي أو محبوب جماهيريا. Popularity الشعبية. Luxury طرف أو رفاهية. Luxurious معناها فاخر. Resident مقيم أو نزيل. Residence إقامة. Central مركزي. House developer معناها المقاول. Queue up معناها تزاحم في طابور. Spacious معناها واسع. Attract يجذب. State agent وكيل عقاري أو اللي احنا بنقول عليه سمسار. International عالمي أو دولي. Responsible for مسؤول عن. Responsibility المسؤولية. Apartment أو flat معناها شقة. Single mother معناها أم ليس لها زوج، يعني أرملة أو مطلقة. Cramped معناها مزدحم أو مكتظ أو ضيق بالأشخاص أو بالأشياء. Enormous معناها هائل أو ضخم. Backache ألم في الظهر. Headache صداع. Toothache ألم في الأسنان. Stomachache وجع في المعدة أو مغص. Criminal مجرم. Dam معناها رطب. Curtains بمعنى ستائر. طب نشوف العمود الثاني. Common شائع. Council House مبنى حكومي. Rent يؤجر بشكل عام. Hire يؤجر لفترة قصيرة. Coin عملة معدنية. Note عملة ورقية، وممكن نقول كمان Bank Note. Prisoner سجين. Riverside على جانب النهر. Fault معناها خطأ. Dull كئيب. Worlds apart معناها مختلف جدا. Architect مهندس معماري. Arrangement ترتيب. Ideal نموذجي. Lock يغلق بقفل او القفل نفسه. wealthy ثري او غني. healthy صحي. location موقع. security الامن. wallpaper ورق الحائط. furniture معناها الاساس. surprising مدهش او مفاجئ. share يشارك. rarely نادرا. detached house منزل منفصل. terraced house منزل محاط بمنازل. mind معناها عقل، او بتيجي verb معناها يمانع. partly جزئيا. connect معناه يوصل أو يربط. reading. Manchester A Tale of Two Cities. مانشستر حكاية مدينتين. طبعا هو الاسم دوت اسم رواية لتشارلز ديكنز، مقررة برضو على بريب 3، ولكن هنا هو بيتكلم على مدينة تانية أخرى. ستيفن نيكسون comes back with a surprising report after his visit to a city in the north of England. ستيفن نيكسون جه أو أتى بتقرير مفاجئ بعد زيارته لمدينة في شمال إنجلترا. Number one, the sale of Riverside flat، يعني سعر الشقة اللي على النهر in Manchester for 1 million sterling، يعني بتباع بواحد مليون جنيه استرليني. A few weeks ago. It shows that بتوضح the heart of the city is becoming popular with rich، يعني ان وسط البلد بقى مدينة محبوبة لدى الاغنياء. But that doesn't mean that the whole of Manchester is getting wealthier، بس مش معناه ان كل المدينة بتاعت مانشستر خلاص بقت غنية. Just 3 kilometers فقط على بعد 3 كيلومتر from the luxury flat من هذه الشقة الفاخرة. In Century Buildings lies Jubilee Street، يقع شارع جوبيلي. Where residents حيث السكان live in dam old houses which sell for only 7,000
ستيرلينج، يعني الشقة بتاعتهم بتتباع بس ب 7000 جنيه استرليني، والشقق ديت طبعا دام معناها رطبة وقديمة. نمبر 2، just 15 years ago، من حوالي فقط 15 سنة، there wasn't much difference، مش موجود فرق in house prices، في الأسعار المنازل in the center of Manchester، في وسط مدينة مانشستر. Now the difference is enormous، دلوقتي الفرق هائل جدا. House developers، المقاولين، urban splash، في شركة اسمها urban splash، are now changing an old factory into flats، يعني بيغيروا مصنع قديم، بيحولوه المكان بتاعه، هدوا المصنع يعني وبيحولوه الى مبنى سكني بشقق، which will sell for up 750,000 sterling، هتتباع الشقة ب 750,000 جنيه استرليني. Nobody could sell flats for this price 4 years ago، ما كانش حد يقدر يبيع بهذا السعر من 4 سنين، says Tom Bloxham who owns Urban Splash. الشخص اللي هو صاحب شركة Urban Splash اللي هو اسمه توم بلاكسون بيقول ان ما كناش نقدر نبيع بالسعر ده من 4 سنين، but now، لكن دلوقتي people are queuing up for them، لكن دلوقتي لما بدأوا الحجز الناس بتتزاحم في الطوابير عشان تحجز. Number 3، it is not surprising that the flats like those in century buildings، ليس من العجيب او المفاجئ ان الشقق في هذه المباني تسمى century buildings are both spacious، شقق واسعه، and luxurious، وفاخره، with their iced glass floor، البلاط بتاعها او الارضيات بتاعتها عباره عن زجاج يميل الى اللون الثلجي. Luxury bathroom، وفيها طبعا حمامات فاخره، and electronic system، وانظمه الكترونيه for controlling temperature، للتحكم في درجات الحراره، and lighting، والضوء كمان. They are attracting international businessmen، وده بيجذب رجال الاعمال اجانب، and women، وسيدات الاعمال. Now for the first time، دلوقتي للمره الاولى، people can find good quality housing in the center of Manchester، يقدروا يلاقوا في وسط مانشستر حاجه ذات جوده عاليه، says نسبه of blue sphere estate agents، واحد من السماسره يعني بتوع شركه بلو سيفلي، who were responsible for selling the flats، اللي كان مسؤول عن بيع الشقق في century buildings. Even the views، حتى المناظر او الفيو اللي بيطل عليها الشقق، compare well with the best areas of London، يعني تتشابه او تماما مع الشقق اللي في وسط لندن او في لندن. Number 4، one thing that residents will not see from their apartments، حاجة واحدة بس مش هيقدروا يشوفوها من الشقق بتاعتهم، is Thamansa Greens Council House، المنزل الحكومي بتاع جرين ثمانسا. ثمانسا is a 35 years old single mother، عندها 35 سنة، of 5 children طبعا، يعني عندها 5 ولاد. Their house is damp، البيت بتاعها رطب، and too cramped، ومكتظ جدا، for 6 people، يعني هي عندها 5 اولاد وهي يبقوا 6، and she wants to move for health reasons، وعاوزة تتعزل لاسباب صحية. بتقول my eldest son، ابني الكبير جراي is 18، عنده 18 سنة، and he has got backache، وده عنده ألم الظهر at the moment، حاليا يعني. جودي بنتها هو is 6 has a bad cold، عندها برد شديد. Someone is always sick، يعني شخص دايما بتكون مريضة. Number 5، Samantha's house، البيت بتاع سامانسا، احنا قلنا ده منزل حكومي، يعني زي مثلا المساكن الشعبية أو حاجة زي كده تبع الدولة. And the flat in century building may be worlds apart، لما تقارن الشقة أو البيت اللي ساكنة فيه سامانسا بالمباني الجديدة اللي في century building ديت، يعني تعتبر مختلفين تماما، worlds apart، مختلف تماما. But everyone in central Manchester، لكن كل الناس اللي في سنترال مانشستر، يعني في وسط مانشستر، shares a fear of crime، بيعانوا كلهم من الخوف من الجريمة، انتشار الجريمة. Fortunately، لحسن الحظ، for the wealthier residents، للسكان الأغنياء، the problem has been partly solved، المشكلة اتحلت بالنسبة للجريمة يعني والكلام ده بشكل جزئي، by good security، يعني بالأمن الجيد. ثمانية، طبعا سمعنا ديت though is not so lucky، برغم انها مش محظوظة قوي،
بتقول ايه؟ I rarely go out at night. انا نادرا ما بخرج بالليل. And I feel like a prisoner. وحاسس ان انا سجينة. In my own home. في بيتي after dark. بعد ما الدنيا بتضلم. But that's the way. ولكن هذه الطريقة. Things are. يعني هو ده الوضع. When you are poor. عندما تكون فقيرا. Isn't it? She says looking forward to the river. نخش بعد كده على الديفينيشنز. الديفينيشنز طبعا دي بنتكلم المعنى بالعربي بالانجلش، وطبعا ده قلناها من شويه. فريزيدنس النزلاء، ستيت ايجنت سمسار، انورمس ضخم جدا، فيري بيج، كيوينج اب يعني ميكينج ا لاين، اتراكتنج ميكينج بيبل انترستد، ووردز ابارت يعني كومبليتلي ديفرنت، ديتاتشد هاوس، ستاند الون هاوس، urban يعني معناها مدني خاص بالمدينه، belongs to the city، rural ريفي او belongs to the countryside. في نوتس تانية، أيوة، state agent فرق بين house developer. state agent طبعا ده السمسار اللي هو بيبيع بيوت وكده، وحد بيعوز شقة بيروح له يأجر أو يبيع. أما developer أو house developer فهو ده اللي بيبني نفسه المقاول. rent و hire احنا ممكن قلناها في الكلمات، انه rent بيؤجر لفترة طويلة ولكن هو ممكن تستخدم بشكل عام، أما hire فهي لفترة قصيرة فقط. نخش على idioms. complain about أو to يشكو من أو يشكو إلى. complain to يشكو إلى، أما complain about يشكو من. close to قريب من. complain about يشكو من، أما complain to فهي يشكو إلى، بيجي وراها الشخص. close to قريب من. concerned about مهتم بي. popular with مشهور لدى. compare with يقارن بي. instead of بدلا من. keep in touch يبقى على اتصال. ممكن نقول be in touch برضو. make a difference يصنع فارق او اختلاف. move house يعزل، ساعات نيجي move in او move out. different from مختلف عن. similar to مشابه لي. change into يتحول الى. queue up معناه يقف في الطابور. responsible for مسؤول عن. iced glass floor ذو ارضية من، طبعا هو الزجاج اشبه بالجليد مش الجليد نفسه. commit a crime يرتكب جريمة. In their right mind في ذهنهم. have backache يعني لديه ألم في الظهر. طب ناخد آخر حاجات قبل ما نخش على الجرامر. regular verbs طبعا become became become اللي هو يصبح، find found found اللي هو يجد، write wrote written اللي هو يكتب، do does طبعا يفعل، did done، have أو has اللي هو يملك أو لديه أو عنده، أو بتستخدم في عبارات كتيرة. have had had، cut cut cut، put put put، cut طبعا معنى يقطع او يقص، اما put يضع. اخر حاجة هناخدها قبل ما نخش على الجرامر هي derivatives، ودي اشتقاقات. differ يختلف، difference الاختلاف، different مختلف. responsibility المسؤولية جاي منها responsible المسؤول. reside يقيم. resident مقيم، residence الاقامة او السكن نفسه. resident برضو تيجي بمعنى نزيل، يعني ممكن تيجي كأدجكتيف وكنون. كرايم جريمة جبناها كريمينال مجرم. سيل يبيع، سيلر بائع، سولد مباع. هيل يشفى أو يلتئم. هيلث الصحة، هيلسي صحة. وبكده نكون خلصنا الجزء الأول اللي هو خاص بالكلمات وبشرح الفوكابلوري. هنخش بعد كده على الجرامر، وعندنا النهاردة في يونت 1 3 جرامرز. يلا نبدأ. وجرامر بتاع النهاردة أو الجرامر the present simple tense أو زمن المضارع البسيط. اليوز أو الاستخدام بتاع المضارع البسيط هو habits, routines and repeated actions، بيتكلم على عادات وعلى الروتين والأحداث المتكررة، زي مثلا أقول زياد gets up early every day. تاني حاجة بيتكلم على general truths or facts، بيتكلم على الحقائق العامة أو الوقائع يعني. the earth goes round أو around the sun، الأرض بتدور حول الشمس. programs and timetables برامج وجداول مواعيد، طبعا أي برامج وجداول مواعيد حتى لو تحصل في المستقبل بستخدم فيها زمن المضارع البسيط. أقول مثلا the train to Cairo leaves at 6 a.m. every day، وممكن بدل every day أقول tomorrow. طب الفورم بتاعها، الفورم بيتكون المضارع البسيط لو يكون الفاعل جمع او اي او وي او ذي او يو، بياخد الفيرب زي ما هو، ما بيضيفلوش اي اضافه، يعني يعتبر التصريف الاول للفعل بس مش المصدر. بمعنى ان مثلا فيرب تو بي مصدره بي، ما ينفعش احطه هنا اقول مضارع بسيط، لا انا بجيب از. هي وشي وات واي سنجولر بيبقى الفيرب بتاعه بيتضاف اس او اي اس او اي اي اس. طيب امتى بضيف اس
او اي اس او اي اس. اولا اس بشكل عام، ثانيا بضيف اي اس في الحالات دي اذا انتهى الفيرب ب سي اتش اس اتش اس اس اكس او، بمعنى لو انتهى بها الفيرب انا بحط اي اس ما بحطش اس بس، لما بس بيكون فاعل مفرد. طيب زي مثلا عندي pass، انا بقول I pass the exam every year، بنجح في الامتحان كل سنة. لو قلت هي يبقى هي passes the exam every year. wash تبقى washes لما يكون فعل مفرد، watch watches، mix mixes، go goes. طيب الافعال المنتهية بواي، الافعال المنتهية بواي لما اجي اضيف لها اس ما بينفعش، لازم اضيف احول الواي الى اي اي اس، الى ايه؟ اي اي اس. ولكن طبعا لو قبليها حرف فاول متحرك انا ما بغيرش الواي، يعني زي مثلا بقول دلوقتي study تبقى studies، ماري ماريز، لكن بصوا بلاي فضلت زي ما هي عشان قبليها الاي، وسي بقت سيز زي ما هي، ضفنا الاس بدون اي تغيير للواي. في النيجاتيف انا بعمل النيجاتيف للبريزنت سيمبل باضافه دو نوت او دونت قبل المصدر، يعني اقول اي دونت لايك فيش. طب لو الفعل كان هي او شي او ات او اي مفرد بحط داز نوت او دازنت، اقول هي دازنت لايك كوفي، هو لا يحب القهوه. في حاله السؤال بجيب في حال سؤال طبعا بيس نو كويستشن اللي هو السؤال بهل او بفعل مساعد، بحط دو في الاول وبعدين بجيب السبجكت نفسه اللي هو طبعا لازم يبقى اي او يو او وي او ذي او اي جمع، واجيب الانفينيتيف عشان بياخد دو، بياخد ايه يا جماعه؟ دو. فاقول لك دو يو بلاي فوتبول، فطبعا الاجابه ممكن يس اي دو او نو اي دونت. طب امتى داز؟ لما يكون الفاعل هي او شي او ات او اي مفرد، فبقول داز شي بلاي فوتبول، نو شي دازنت. لاحظنا حاجه هنا ان بلاي ما فيهاش اس رغم ان في شي، بس لان داز خدت الاس. طيب لو السؤال باداه استفهام او بكلمه استفهام، هحط كويستشن وورد وبعدين احط دو طبعا برضو ممكن او داز، وبعدين بجيب الفاعل ثم الفعل في المصدر، اقول مثلا وين دو ذي بلاي فوتبول او وين داز هي بلاي فوتبول، وعرفنا امتى دو وامتى داز. طب ايه الكيوردز او الكلمات الداله على زمن المضارع البسيط؟ اول كلمه هي every، بس يجي وراها وحده زمنيه، يعني every day every week every month every year every morning every friday وهكذا. بس ما ينفعش طبعا اقول every اي اسم تاني، يعني مثلا اقول every one او every student، لا ما ينفعش. in the morning او in the afternoon او اي وحده زمنيه بقول بجيب معها مضارع بسيط، او at night، وممكن on مع الايام طبعا، on Mondays on Tuesdays on Wednesday on Fridays، كل دوت هيجي معها المضارع البسيط. كمان حاجه بتدل على مضارع بسيط اللي هي ظروف التكرار، بيسموها adverbs of frequency، وده ليها موضوع لوحده، بمعنى ان انا عندي هذه الكلمات تسمى ظروف التكرار. طب تعال نترجمه الاول، always بمعنى دائما، usually عادة، sometimes احيانا، often كثيرا او غالبا، rarely scarcely seldom، التلاتة بمعنى نادرا، never بمعنى ابدا يعني ولا مرة، frequently بشكل متكرر، occasionally من حين لاخر، وهكذا بعض الكلمات زي generally وغيرها اللي بتدل على العموم والتكرار. طب الكلمات دي مالها؟ الكلمات دي بيسموها ظروف تكرار، يعني دايما بتيجي عشان تبين كم مرة الفعل بيحصل. يعني مثلا اقول I often play tennis on Fridays، انا كتير بلعب يوم الجمعة، طبعا مش دايما بقى، ها يبقى انا بلعب بنسبة 90% مثلا او اكتر، خلاص، لكن مش 100%. She never helps her mother، هي عمرها ما بتساعد مامتها، never هنا تنفي بدون نط معناها ولا مرة بتحصل. طب في ملحوظة تانية على ظروف التكرار، ايوة، انها بتيجي دايما قبل الفيرب. قبل ايه؟ الفيرب. يعني عندي مثلا الفيرب زي watch كده، اقول we sometimes watch TV، او هي always plays table tennis، هو دايما بيلعب تنس طاولة او بينج بونج. يعني خد بالنا ان always او sometimes او اي كلمات من كلمات دي بتيجي قبل الفعل. طب دي قاعدة عامة ولا حاجة شاذة؟ لا، ليها حالة شاذة، لما يكون الفيرب نفسه فعل مساعد وخاصة مع verb to be، خلاص بجيب الكلمات دي بعديها مش قبلها. سما is always مش always is، خلاص، on time، I can always swim alone. طيب كده خلصنا الجرامر الاولاني، هنخش على الجرامر التاني، البريزنت بروجريسيف او بريزنت كونتينوس او المضارع المستمر. المضارع المستمر اليوز بتاعه بيعبر عن الاحداث اللي بتحصل دلوقتي حالا، يعني مثلا اقول I am listening to the radio now، او اقول لحد listen اسمع كده mom is calling you، ماما بتنادي عليك.
الحاجة التانية اللي بيعبر عنها المضارع المستمر هو الحدث اللي ممكن يحصل في المستقبل. إذا المضارع المستمر يعبر عن المستقبل، أيوة، وخدنا الكلام ده السنة اللي فاتت. بنقول لما يكون في حدث تم الإعداد ليه تماما والترتيب ليه تماما وتحدد له ميعاد، ممكن أستخدم المضارع المستمر أو present continuous، اللي هو we are meeting our new manager at 1 p.m. إحنا هنقابل المدير بتاعنا الساعة 1 tomorrow. طبعا ما بقولش بنقابل الآن. They are flying to London next week، هم هيسافروا بالطيارة لندن الأسبوع الجاي، يبقى أكيد محددين كل حاجة. طب التكوين طبعا احنا قلناه من خلال الاكزامبل، ولكن نقوله تاني. ام ويز او ار والفيرب مضاف له اي ان جي، طبعا عارف ام بتيجي مع اي، ايز بتيجي مع المفرد وهي وشي وات، وار بتيجي مع يو والجمع. طيب هنقول بعض الملاحظات. لو انت عاوز تضيف اي ان جي لفيرب اخره اي بتشيل الاي دي، زي ميك ميكينج او رايت رايتنج. طب ايه كمان؟ لو الفيرب كان اخره اي اي ما ينفعش احط لها اي ان جي تاني، والا كده يبقى في ثلاث حروف متحركه ورا بعض. فهم عملوا ايه؟ ان مثلا كلمه زي تاي تبقى تاينج، فتحولت الاي اي الى واي، لاي لاينج، داي داينج، وهكذا. طيب الافعال اللي هي بتتكون من مقطع واحد، يعني افعال صغيره وتنتهي بحرف ساكن قبل المتحرك، يعني مثلا زي كلمه بوت لما اجي احط لها ان جي بضاعف الساكن الاخير اللي هو التي. طبعا اليو هنا حرف متحرك ورا التي ساكن، فبقت putting، run running، swim swimming، hit hitting، طبعا برضه travel مثلا traveling، وهكذا. ملحوظه كمان عايز اقولها ومهمه جدا، ان في افعال يا جماعه ما تنفعش تيجي مع المضارع المستمر او اي زمن مستمر. الافعال دي قسمناهم لمجموعات، يعني مثلا verbs of emotion، افعال الشعور زي love و hate و prefer و mind و like و dislike، please اللي هو بمعنى يسعد، surprise، astonish، impress. الافعال دي ما ينفعش اقول مثلا I am loving you او she is loving him، لا، بستخدم بدلها المضارع البسيط. verbs of position او افعال الامتلاك والتضمين زي have او own او belong او need او possess او owe او include او involve، ما ينفعش اقول I am wanting food now مثلا. verbs used for the senses، افعال بتستخدم للحواس زي see و hear و smell و sound و taste و look و appear و verb to be، ما ينفعش اجيب و اقولش I am being a teacher مثلا. طيب عاوز اقول ملحوظه هنا مهمه قوي، ان تيست لما تيجي بمعنى يتذوق تنفع، سميل تيجي بمعنى يشم تنفع، سي بتيجي بمعنى يقابل او حاجه زي كده او يتقابل مع حد تنفع. يبقى دلوقتي لما يجي هنا معناهم كافعال حواس اللي هي بتيجي مثلا زي هنا تيست بيجي وراها الصفه نفسها. طيب او verbs of thought، افعال الراي والادراك زي نو مثلا او اندرستاند وبليف والمجموعه دي كلها، ما ينفعش مثلا ان انا اقول I am understanding you now، اقول I understand you now. في verbs of measurement، افعال القياس والاحتواء زي contain، ما اقولش مثلا this bag is containing flour، يعني هذه لا، اقول contains flour، خلاص. طيب في النيجاتيف انا بحط نوت طبعا بعد ام او از او ار، وفي حاله السؤال بقدم ام او از او ار على الفاعل، اقول مثلا are you doing something now، انت بتعمل حاجه دلوقتي. في حاله السؤال باداه استفهام، فانا بقدم كلمه الاستفهام على ام او از او ار وبعدين احط الاي ان جي، فبقول what are you doing او what is he aiming at مثلا. نخش بقى على الكي ووردز او الكلمات الداله. اشهر كلمه طبعا مع المضارع المستمر هي كلمه ناو، فاقول مثلا they are teaching math now او at present او at this moment او كلمه still، بس still ما بيجيش في اخر الجمله، بتيجي ما بين ال am و is و are والverb مضاف له ing. this ممكن تبقى this week this month، يعني اي حاجه مشغولين بيها الايام دي. these day days او these weeks برضو هذه الفترات. look و listen لما تيجي كفعل امر، ممكن برضو watch. عاوز اقول حاجة كمان بالاضافة للكي ووردز، اي كلمات دالة على المستقبل مع حدث تم الاعداد ليه تماما ينفع يجي present continuous. طب كده احنا خلصنا، تعال نشوف بعض الامثلة المحلولة. rewrite I meet my friend many times، انا بقابل صاحبي فترات كتيرة، فدي طبعا امثلة على ال present simple. I often meet my friends. Number two, she doesn't play chess at all. طبعا أنا doesn't و at all بشيلها تماما وبحط never قبل الفيرب، بس ما ننساش إن الفيرب بحط له S. She never plays chess.
He watched TV from time to time. هو بيشاهد التلفزيون من حين لآخر. Sometimes بتحل from time to time بس بتيجي قبل الverb. He sometimes watches TV. وعندنا example برضو أخرى. كده احنا خلصنا شرح grammar نفسه والوحدة كلها. تعالوا نحل بعض الجمل. نبدأ بـ MCQ أو بيسموه multiple choice أو الاختيار المتعدد. Number one, an engineer usually not new roads. طبعا ادم usually يبقى معايا ومفيش كلمة دالة على الماضي يبقى ده مضارع بسيط بس. يبقى نقول ايه؟ builds. نقول ايه يا جماعة؟ builds. We never not to school on Fridays. We جمع. فما تاخدش الverb ياخد S. لا. بناخد الverb زي ما هو كده. Go. My father sometimes not meet school. Sometimes يبقى ايه؟ My father فعل مفرد يبقى takes. I not programs about history and geography. طبعا حتى لو في كلمة now هاخد كلمة love لان دي من افعال الحواس والشعور. Number five, he not TV now. يبقى he is watching. He is watching. Okay يا جماعة. He is watching TV now. Number six, Mr. Zaki not us. الجملة دي خادعة. ليه؟ لأن today ممكن تقول لي ده مضارع بسيط. لا، today ممكن هنا تيجي مع ال present continuous وللدلالة على المستقبل. يبقى is teaching. طب ليه مستر زكي هيدرس لنا النهاردة؟ لأن هنا ده حدث مترتب له هيحصل ومتخطط له. At the moment أو at this moment students الطلبة not to a story but are listening. Are ها listening. Number eight, she not go by bus every day. يبقى she doesn't. She يا جماعة ها doesn't. طب ليه doesn't؟ عشان he وشي وإت ما بتاخدش don't. طب ينفع isn't؟ لا، ما فيش ing. سلوى فعل مفرد. A story at the moment. يبقى ما قولش reads عشان تقولي فعل مفرد ياخد S. ما الفعل مفرد ياخد S بس هنا ده في ال present continuous يبقى is reading. آخر جملة في الاختياري ونبدأ بعدها في الرايت. Where not he live. يبقى ده بيتكلم على حقيقة عامة. يبقى where does he live. Right. A vegetarian doesn't eat meat at all. النباتي الشخص النباتي لا يأكل اللحوم أبدا. طبعا أنا عاوز أقول never هنا فهشيل doesn't at all وحط never قبل eat بس أحط لها S. يعني أقول a vegetarian never eats meat مش أحط at all. She always goes to school early. هي دايما بتروح المدرسة مبكرا. يبقى هي عمرها ما بتروح الايه ها المدرسه متاخر. يبقى بدل always احط never وبدل early احط late. يبقى she never goes to school late. Number 3, علاء plays football from time to time. يبقى علاء sometimes plays football. علي is early for school. لو انا جبت goes طبعا هقول علي ها goes early for school. Number 5, it is arranged مترتب for مرام بالنسبة لمرام to study science in London. إنها تدرس العلوم في لندن. يبقى نقول أنا بدأ ترتيب كامل فأقول أشيل كلمة it is arranged for وأقول مرام is studying science in London. دلوقتي هنكمل من جرامر الثالث الكويستشن تاج واللي هو السؤال المزيل. وطبعا سموه ليه سؤال مزيل لأنه بيجي في نهاية الجملة أو في ديل الجملة. هو سؤال عبارة عن سؤال قصير عبارة عن كلمتين بس يتحط في اخر الجملة بمعنى اليس كذلك. طيب يبقى هو بيتكون من ايه؟ بيتكون من فعل مساعد وفعل ناقص وضمير فاعل. في حالة عدم وجود فعل مساعد او فعل ناقص بنستخدم دو او داز او ديت على حسب الزمن. طيب انا امتى بستخدم السؤال المزيل؟ بستخدم السؤال المزيل لسببين. رقم واحد، عندما نتوقع ان شخص ما سوف يتفق معك. يعني ما اقول لحد جملة اقول له مش كده برضو؟ يعني it's hot today isn't it. You know it's hot today. يبقى انت عارف ومتأكد ان هو الجو النهاردة حر. السبب التاني اللي هو عشان نسأل سؤال للتأكد من المعلومة. يعني انا مش متأكد فبسأل. يعني اقول مثلا she isn't your sister is she. هي مش اختك مش كده برضو؟ طبعا انت هنا you are not sure. طيب بكون زي السؤال المزيل بكون اتفقنا بعد ما بنحط الجملة. الجملة الخبرية دي مالناش دعوة بيها. السؤال المزيل قلنا عبارة عن كلمتين في آخر الجملة الخبرية. بعد كما بحط فعل مساعد ثم ضمير الفاعل وليس الفاعل نفسه. يعني لو أحمد بجيب هي، لو منى بجيب شي، لو أحمد عند منى بجيب زي، لو أي طرف عند آي بجيب وي. طب لو ملناش فعل مساعد قلنا بنستخدم دو أو داز أو ديت.
هنلاحظ ان دو بتيجي في المضارع لو الفاعل كان اي او وي او يو او ذي او جمع، وداز في المضارع برضو لو كان الفاعل هي او شي او ات او ايه او مفرد. طب اما ديد بتكون لو الفعل الاساسي اللي في جملة كان في الماضي، كل دوت في حالة عدم وجود فعل مساعد. منساش ان الفعل المساعد اللي انا باخده من الجملة الاساسية لو كان مثبت بجيبه منفي، لو كان منفي بجيبه مثبت. طبعا النفي لازم يكون نفي ايه؟ ها، مختصر، نفي مختصر. طبعا بعد كده بحط الفاعل في هيئة الضمير زي ما قلنا من شوية. ومننساش طبعا ان انا بحط علامة استفهام في نهاية السؤال. ناخد بعض الامثلة. ماهر is studying English now, isn't he؟ دي جت is فطلعت ب isn't، وبدل ماهر جبنا ايه؟ he. سارة wasn't out yesterday، فبقول was she. إيمان plays tennis every day، يبقى doesn't she. طب ليه جبنا doesn't؟ الجملة ما فيهاش فعل مساعد، فبضطر تجيب من عندي does عشان الفعل واخد s، وبجيبها من فيها نفي مختصر. You brought your books today، انت جبت الكتب معاك النهاردة، didn't you؟ مش كده؟ طبعا عشان الجملة في الماضي فانا جبت didn't. طيب يو زي ما هي طبعا ادم ضمير. It's very hot today، الجو حر قوي النهارده، قلنا قبل كده isn't it، ليس كذلك. هننتقل بعد كده الى بعض الصيغ الشاذة او الغريبة شوية. رقم واحد، لو الجملة موجود فيها few او little او never او seldom او hardly او rarely او no longer او neither، تعبر الكلمات دي عن النفي، يبقى الجملة منفية. عشان كده هجيب الفعل المساعد مثبت، هجيب الفعل المساعد ايه؟ مثبت. She has never spoken to me، هي عمرها ما كلمتني، يبقى has she. They rarely visit Japan do they، أليس كذلك؟ رقم اتنين، بنستخدم زي لما يكون الفاعل someone أو somebody أو everyone أو everybody أو no one أو nobody، يعني أي حاجة فيها one أو body في الجزء بتاعها أنا بستخدم الفاعل بيبقى زي. يعني أقول مثلا nobody believes a liar، محدش بيصدق الكذاب، الجملة دي فيها الفاعل nobody فهجيب الضمير زي. طب وجبت دو ليه مثبتة؟ عشان nobody بتنفي الجملة، يبقى دي معلومة تانية. لما يكون عندي الجملة أولها no body no one no أي حاجة، يبقى الجملة دي منفية، فأنا هجيب الفعل المساعد مثبت. طيب بعد كده بيقول لي everyone has come to the party، فبقول له haven't they. طب ليه هنا جبت haven't they؟ عشان has ها فعل مساعد، فلما أنا جبت everybody أو everyone عوضت عنها بزي، فما ينفعش أجيب معاه has، جبت معاه إيه؟ haven't. وهناخد ملحوظة بعد كده، لما يكون have أو has لوحدها بتعتبر فعل أساسي. تلاتة، بنستخدم it لما يكون الفاعل something nothing everything أو this أو that. يعني أقول everything is ready، كله تمام، isn't it، مش كده برضو؟ طب هنلاحظ بعض الجمل الجاية وهنقول برضو أفكارها. let's بتيجي الاقتراح بيبقى دايما مع الكويشن تاج shall we. نمبر 2، let us، let us غير let's، let us معناها هيا أو دعونا أو يلا، لكن let us معناها اسمح لنا، أشبه بالجملة الأمرية. let us stay here، فبقول له will أو want you، طبعا الأفضل أقول will you. نمبر 3، ودي مهمة قوي، بقول I am، أي جملة أقولها I am وعاوز أعمل لها question tag بيبقى aren't I. نمبر 4، open the door، دي جملة أمرية، بقول له will أو want you، بيفضل برضو إيه؟ ها will. نمبر 5، don't stay up late، ما تسهرش بالليل، ها will you. طبعا الجملة هنا لأنها جملة منفية، جملة منفية، فأنا جبتها هنا إيه؟ مثبتة بس في الأمر. You must come early، needn't you. She must have done it، didn't she. طبعا must have وتصريف تالت، يبقى ده must في الماضي، فبعوض عنها ب didn't. هاني must be happy، طب must be غير must، must be دي هنا للديدكشن او الاستنتاج، فبركز على verb to be بقى isn't he، ها he. طيب نلاحظ السؤال المزيل برضو مع العبارات اللي جاية ديت، I'd rather او you'd better، الاتنين معناهم من الافضل ان. I'd rather اختصار اساسا ل I would rather، فهتبقى wouldn't I. You'd better اختصار اساسا ل you had better، فهتبقى hadn't you. طب في حالة وجود فعلين، يعني الجملة اولها I believe او I think او I realize او I consider اي حاجة في الاول، انا بتجاهل الجزء الاول اللي في الجملة وبركز على الجملة الاساسية. I believe it's going to rain، فبقول isn't it، اليس كذلك. طبعا ركزت هنا على it's going to rain،
طب امتى I believe او I think والحاجات دي تفرق في جملة؟ هتفرق في حالة واحدة بس، لو هي جاية منفية. لو هي جاية ايه؟ ها منفية، يعني اقول I don't believe، يبقى هتبقى هتأثر عليها تخليها مثبتة. طيب نمبر 7، في حالة وجود أداة ربط فإن السؤال المزايل يتبع الجملة التي لا تحتوي على أداة ربط. يعني مثلا I will help you if you ask، لو يعني أنا هساعدك لو أنت طلبت. أنا ماليش دعوة بـ if you ask دي، هركز على I will help you، أنا هساعدك. يبقى الجملة اللي هي ملهاش علاقة بأداة الربط بركز فيها. لو في when مثلا أو في after أو أي جملة، بركز أنا على الجزء اللي بعيد عن أداة الربط. يبقى want you، طبعا will اتفقنا هننفيها نفي مختصر، تبقى want. طب في برضو أشكال شاذة تانية عاوزين نركز فيها. قال لي لو الهاز في الجملة أو هاف وكانت فعل أساسي، يعني مش جاي وراها تصريف تالت، فأنا هعتبرها إن هي فعل أساسي، كأن مفيش فعل مساعد في الجملة، فتبقى طبعا doesn't he. طب لو في I have يبقى هتبقى don't I. خلاص he has never been، هنا has وفي تصريف تالت، خلاص يبقى الجملة هنا، لأن طبعا has هنا فعل مساعد، فأنا هاخده عندي يعني، بس مش هاخده منفي. ليه؟ عشان never. There is no harm in trying it، يعني مفيش أي أذى أو أي مشكلة إنك تحاول. طبعا لما يكون الفاعل there بحطه كضمير فاعل برضو there، زي برضو جملة تانية there are يبقى are there. I don't think اللي قلنا عليها فوق بتأثر في الجملة إزاي؟ إنها بتخلي الجملة دي منفية، فأنا بجيب الفعل مساعد مثبت، بس أنا ما بتعاملش مع الجملة ديت، بتعامل مع الجملة الأساسية. You can swim، فتبقى can you. طب neither of them، neither of them يعني ولا واحد فيهم، يبقى الجملة دي برضو منفية، يبقى did they. number 7، you needn't come early، أنت مش محتاج تيجي بدري. needn't العكس بتاعها need بس أو must. he used to، used to ده طبعا بيعتبر فعل ماضي، فبستخدم له didn't he. وبكده يبقى خلص شرح الكويشن تاج. هنحل كام جملة اختياري كده، وطبعا هنسيب لكم مذكرة الواجب شاملة كله في الديسكريبشن، وياريت اللي عنده أي استفسار أو أي اقتراح ولا حاجة يقول. Number one، they work in a factory، people don't they. They have arrived early، have arrived يبقى have هنا فعل مساعد عشان وراه تصريف تالت، ها فعادي هجيبها ايه haven't. He is coming soon يبقى isn't he. number 4، it is never difficult، طبعا يبقى جملة منفية، يبقى is it. هتبقى ايه يا جماعة؟ ها is it، ليه؟ لان الجملة فيها نفي. let's go يبقى شال we. let me، طبعا let me يبقى ده فعل امر هنا زي let us، يبقى will ايه؟ ها you. number 7، no one، اتفقنا من في no one يبقى الضمير الفاعل هو they، بيبقى ضمير الفاعل ايه؟ they، والجملة بتبقى دي منفية، فبالتالي بجيب فعل مساعد مثبت، يبقى فبقول are they، بقول ايه يا جماعة؟ are they. number 8، she wouldn't mind if I didn't go. she wouldn't mind طبعا ماليش دعوة if I didn't go، هركز في دي بقى ايه؟ ها would she، هتبقى ايه يا جماعة؟ would she. سلوى is not at school today، يبقى طبعا ادم هي مش موجودة، يبقى isn't she، تبقى isn't she. اخر جملة عندي I am really late، أنا متأخر، فطبعا I am دي على طول يبقى aren't، aren't I. وبكده يبقى خلصنا unit 1. أتمنى يكون الشرح عجبكم، وأتمنى برضو لو في أي استفسار زي ما قلنا من شوية تكتبولي في الكومنتس. تنسوش طبعا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.